فضيلة الشيخ، في بلدنا إذا مات الميت يقومون عند الدفن بتغطية القبر بستار موجود فوق النعش، ولا أحد يرى الميت، وبعد تغطية الشق ينزعون هذا الستار ويشرعون في وضع التراب، فهل هذا صحيح؟ هذا ما هو بصحيح على إطلاقه، هذا خاص بالنساء. إذا كان الجنازة امرأة تستر وقت إنزالها في القبر، أما إن كان رجلا فلا، لا يحتاج إلى ستر. نعم.